بعد ما اشتغلنا على رسم الشخصية اللي هي كانت بالشكل ده كده، وبعد كده حولناها للشكل الأظرف ده كده اللي هي الدايرة والعصاية، لكن بدل ما اطلع بالدراعين والرجلين على طول، لا باخد خط مستقيم عند الكتفين كده وخط مستقيم عند الوسط، وبأنزل بالدراعين بالشكل ده. وبعد كده بقى ملنا اللي ايه الشخصية بتاعتي، واعمل 8 كده في النص واقفل باقي الرجلين والحاجات دي، وبقيت عندي ايدي شخصية كاملة اكتر من دي. طبعا شارحين الكلام ده بالتفصيل في الفيديو اللي فات، ممكن ترجع له او هسيب لك في الديسكريبشن تحت لو عاوز. طيب دلوقتي احنا عاوزين نعمل لعبة بسيطة خالص. احنا بالنسبة لنا احنا واحنا بنتعلم الرسم كده احنا بنلعب، يعني اعتبرنا بنلعب بالشخبطات وبالاشكال الهندسية اللي احنا بنعرف نرسمها. مش عاوزين نحط نفسنا تحت لود اللي هو انا لازم اطلع احسن حاجة او الكلام ده كله، وخصوصا ان احنا دايما بنكلم الناس اللي ملهاش في الرسم وبدأت ترسم معانا بس كده بمنتهى البساطة، يعني كل واحد في شغله، واحد دكتور في شغله، واحد مهندس في شغله، واحد بيدرس لسه في كليته ولا في مدرسته، فمش عاوزينها تبقى وسيلة ضغط، حاجة تضغط علينا كمان وتحسسنا بفشلنا وباكتئابنا. تمام، فخلينا ايه نستمتع كده باللي احنا بنقوله. طيب احنا قلنا ان احنا بنرسم نفس الشخصية دي وبنرسمها على شكل آلة الدايرة وآلة العصاية اللي هي العمود الفقري مثلا او الجسم، وبعد كده باخد خط بالعرض كده وخط بالعرض كده، وبنزل بالدراعين ومن هنا بالرجلين زي ما عملنا الشخصية الجميلة دي. طيب انا عاوز اقول لك حاجة بسيطة جدا وهتفرق جدا جدا. انا عاوز الخط اللي فوق ده اللي احنا خدناه بالعرض ده اللي هو الكتفين، انا عاوز اخليه عريض شوية، واللي هنا ده زي ما هو كده صغير. وانزل بالدراعين برضو عادي وبالرجلين برضو عادي. ده هيضطرك ان انت وانت بتقفل بقى الشخصية هتبقى مثلا جاية من هنا لهنا ودي جاية من هنا لهنا، فادالك احساس ان الشخصية دي عريض المنكبين. وانزل بقى بالدراع تاني عادي والتمانية في النص، وادي رجل وادي رجل. بقى عندي هنا شخصية واحد قوي او واحد اللي هو جسمه رياضي اللي هو جسمه مفرود بالشكل ده كده. طيب ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في رسم الشخصيات اللي بيبقى عاوز اعبر عن انه مثلا ضابط، جندي، مقاتل، شخصية رياضية، حد قوي، واد فتوة مثلا، فبستخدم فيه معاه الخط اللي هو عرض فوق ده. على عكسه تماما هرسم برضو نفس الشخصية ونفس كل حاجة، هي العصاية وادي العصايتين اللي هما الكتفين والوسط، باجي لعند الوسط وخليه طبعا عكس الرياضي بقى حد بقى كسول او كده، بخلي الوسط عريض والكتف ملموم كده لجوه، فهتضطر ان انت تنزل بيه الدراعين والرجلين. طبعا مش لازم تنزل بيهم يكونوا مفتوحين، مش لازم يكونوا مفتوحين. تمام، طيب هتضطر بقى تعمل ايه اللي هو الجنب بقى ايه اما بتوصل النقطة دي بالنقطة دي والنقطة دي بالنقطة دي، اديتني شكل جسم يعني زي شبه منحرف كده، ونازل بقى بالدراعات من هنا ومن هنا. أخد بالك ده نازل في هيئة كرش ازاي، وده نازل في هيئة الوسط الرفيع ده، بيديني إحساس بالشخص ده رياضي أو فيه حيوية كده. تمام، وبعمل ده بقى علامة 8 كده، فبيديك برضو إحساس الرجلين التخينة مع الكرش، المنطقة دي مثلا إيه منطقة البطن ومنطقة الحوض من تحت، فدي منطقة الكرش أو منطقة إيه يعني. لما بيكون حد جسمه هو مش رياضي وقاعد على الكنبة على طول وقاعد يفر في الموبايل وخلاص ويتفرج على الناس اللي على التيك توك وبيقعد يضحك على ده وينتقد ده ويتنمر على ده، ما بيعملش حاجة في حياته، فبالتالي بيبقى شكله كسول، فده لازم يكون باين في جسمه وفي ملامحه. ملامحه قلنا ان احنا بنرسم علامة زائد، بنرسم عليها الملامح، نخلي ملامحه ايه نعسانة كده، نخلي الجفن اللي فوق نازل شوية ومغطي على النني العين، وادي مناخيره عادي، وادي بقه ودانه جنبه، وادي الشعر. دي انت كده بدأت ان انت ترسم شخصيات مختلفة في الطباع، فبيبان الطباع بتاعها او في حياتها او الباك جراوند بتاعها بقى باين في شكل الجسم. الواد ده شكله بيجري على طول كده وبيلعب رياضة كده، وواد حركي كده ونشيط وبتاع، الواد ده شكله ايه كسول كده وبياكل كتير وبياكل وبيقعد، فاهم؟ مش بيعمل رياضة بحيث انه ينزل
ده انا بتخيل معاك الشخصيات اللي انت ممكن تتناولها في فكرتك، فبالتالي هتضطر ترسمها بالشكل ده. في حاجة كمان بالنسبة لرسم الخطين اللي هما في الجنب دول، ادي الشخص ده اللي هو انا هرسم شخص طويل القامة وشخص قصير القامة. شخص طويل هطول بس جسمه شوية، علشان يبان انه طويل لازم يكون رفيع. يعني انا وانا برسم رسمة وعايز اقول ان الشخص ده طويل، مش بيبقى مجرد فرق احجام بس، لا لازم كمان الشخص الطويل يكون، بص انا هعمل ايه، شايف الارض دي كده، هرسم هنا واحد طويل وهنا واحد قصير، هعمل بقى الخط اللي بالعرض ده هعمله صغير، تمام، والخط اللي بالعرض ده برضه هعمله صغير. انا كده بس ايه طولت الجسم اللي هو الطويل، فخلينا ايه لحد هنا مثلا، وهنزل بالدراعين وبالرجلين. الأطراف الطويلة بتحسسني بالشخص الطويل. طب تعالى لده، هنخلي الخط اللي بالعرض يكون عريض شوية، والخط اللي بالعرض عند الوسط عريض شوية، وهنزل برضه بالأطراف بس يكونوا مش طوال. وادي آخر الأرض. تعالى بقى نكمل الشخص ده، آدي الدراع، وآدي طبعا الجسم، وآدي الدراع، وآدي الرجلين، وآدي القدم من تحت، وآدي طبعا إيه الشعر والجسم والملامح والحاجات. تعالى للشخص قصير القامة ده، هتلم برضو كل حاجة، يعني هي نفس الترتيبة بالظبط، اللي هي راس، بعد كده رقبة، بعد كده الجسم، بعد كده الرجلين. ولكن مش بس هو عشان مرتفع عن ده يبقى ده طويل، لا ممكن مرتفع وأرسم أطراف رفيعة تحسسني إن هو طويل. وطبعا كل ما جسمه بقى كان رفيع فبيبان طوله أكتر. والراجل ده، فأنا هضطر بقى إيه أعرف أرسم بقى اللي هي الأطراف تبقى كنزة كده شوية، وتبقى إيه تحسسني إن الراجل ده مش طويل. طبعا إحنا بنرسم كل ده سكتشات بحيث إن إحنا نقرب الفكرة. بعد كده ممكن نشتغل بقى سكتشات تفصيلية، وهنتناول فيها بقى إيه الفرق بين الشخصيات من حيث الرقبة. يعني ممكن الرقبة دي تبقى الراجل ده دماغه لازقة في الرقبة على طول، يعني لازق من غير رقبة على طول في الجسم، فيبان إن هو قصير أكتر. فكل الكلام ده إن شاء الله هنتكلم فيه في التفصيل بإذن الله في فيديو جاي إن شاء الله. لكن أنا عاوزك إن أنت تتمرن على نفس فكرة الرسم اللي أنت بترسمها دي، لكن قبل ما تعمل الدراعين دول اعمل بس إيه الخط اللي بالعرض ده والخط اللي بالعرض ده، عشان تنزل بالدراعين، وبعد كده ما تكمل الدنيا تبقى بسيطة معاك جدا. كل دي شخبطات بس بسهل لك بيها الدنيا. خلينا بقى ايه نتمرن على ده كويس جدا. هات اي ورق، بص انا برسم في اي ورق على فكره قديم والمفروض يترمى، بس انا برسم على ظهره الابيض ده، تمام. انا بقى اي حد صاحبي بيشتغل في مكان فيه تصوير او اي مكتبه هيرمي ورق واقول له لا هاتهولي، انا محتاج ان انا ارسم في ظهره.